صباح الخير يا أحلى متابعين في الدنيا. بدي أقلكن إنه I'm fine، أنا منيحة. وبخصوص اللي كلوا وجهي أمس على أغنية راح الذهن وما رد، طب أنا كنت بحالة نفسية خرا، وين بدي أفكر إذا راح الذهن وما رد ولا راح الذهن وما راح؟ بعدين المعنيين حلوين، راح الذهن وما راح أكيد لأنه انه مات، بس بقلبي بعده ما مات. ف take it easy، كرمال هيك لغيت الكومنت لانه ما كان الي خلق اقرا ولا ابن شرموطه معلق عندي صراحه، لانه موضوع وفاه وموضوع حساس وموضوع موت. الله يلعن ابو اللي خلفكن، صرتوا بدكن تسبوا اللي ميت كمان يا اخوات الشرموطه، لا شي مش طبيعي. مع انه وعدت حالي ما سبي، الله استغفر الله العظيم. بخصوص الناس اللي قالت لي انه ما بينفع تغني تهدي اغنية لشخص متوفي، لازم تعملي صدقة جارية. بدي اسألكم سؤال، هلا انا اذا عملت صدقة جارية يعني لازم صورها؟ اذا هيك لأرجع عيد صور وفرجيكم. يعني الانسان بيعمل الصدقة الجارية بس ما بيقول عنها، ما بيصورها، ما بيتباهى فيها، ما ليست للعلن. يعني لازم انتوا لما تعملوا خير ايدكم التانية ما تعرف، بس تكرم عينكم. اذا انتوا حابين انكم تقلدوني بالصدقة الجارية كمان وتعملوا مثلي، انا اليوم كمان رح اعمل صدقة جارية وصورها، تكرم عينكم، ما طلبتوا شيء.